عليها. الو 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 الو. رمضان كريم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وسهلا كاملين معنا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج ألو الموريتانية، موعدكم اليومي للجوائز وللتفاعل معنا عبر الهواء على قناة الموريتانية. لنبدأ حلقتنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية موف موريتانيا. عايش من أجل الناس، دائما معهم لئلا يحتاجوني. ابتسامتهم هي سبب حياتي، لذلك أعطيهم وقتي وجهدي كامل. حياتي اللا تشارك، متأكدة عن هون مكان للناس كاملة، كل حد عنده شيء يساهم به والجميع مكونكتي. عملي، شغفي، التزاماتي، أبذل الجهود يومياً دون أن أحتسب. في كل عمل من أعمالنا نبحث دوماً عن التميز، هكذا نكون قدوة للآخرين. الثقة بالنفس هي سر النجاح، كل حد يقدر يعدل. قبل الوسائل اللازمة وعود مستعد دائماً، لأن النجاح لا ينتظر. لكل تحدياته، لكل عالمه، لكل نجمته، موف موريتال عالم جديد يناديكم. حياتي اللا تشارك، متأكدة عن هون مكان للناس كاملة، كل حد عنده شيء يساهم به والجميع مكونكتي. مع جراتينات نجمة اثنان من موف موريتال، تواصلوا بشبكة الجيل الرابع الأكثر انتشاراً في موريتانيا واستمتعوا بزيادات استثنائية كل نهاية أسبوع. مع فرحة جراتينات نجمة اثنان من موف موريتال تستفيدون إلى غاية 200 جيجا صالحة لمدة شهرين. لتفعيل فرحة جراتينات نجمة اثنان، أدخل نجمة 123 نجمة، رمز تفعيل من 10 إلى 2000 أوقية، نجمة اثنان مربع، أو قوموا بتفعيل الخدمة مباشرة عند بعث الرصيد شرجه. موف موريتال عالم جديد يناديكم. مرحبا بكم وسهلا مشاهدينا الكرام، وطبعا برنامج ألو الموريتانية هو برعاية موف موريتال وبنك التمويلات الإسلامية والمدينة للمعجنات والوطنية للألبان. أرقامنا ظاهرة على الشاشة، هي الوسيلة الوحيدة للاتصال والمشاركة معنا. الأرقام هي 43 10 11 33 وعلى الرقم 43 10 11 34. تحية كبيرة للمتابعين على صفحتنا على الفيسبوك، إن شاء الله غدا لاهي نفتح لهم المجال إن شاء الله يشاركوا معنا، لأن طبعا خلال التعليقات تعلقوا بساميكم وبأرقام تلفوناتكم على الحلقة، ونعود نحن إن شاء الله غدا بحول الله نقبوا رقمين ولا ثلاثة يعودوا يشاركوا معنا، إياك يربحوا معنا جوائز مقدمة من الوطنية للألبان والمدينة للمعجنات وأيضا موف موريتال. بإمكانهم أيضا يدخلوا على السحب في الجوائز الأسبوعية إن شاء الله. جوائز أسبوعية هذا الأسبوع يوم السبت إن شاء الله، عندنا جائزة أسبوعية قيمتها 100,000 أوقية قديمة مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية. إذن جائزة نقدية قيمتها 100,000 أوقية إن شاء الله، لا يدخلوا السحب. الأرقام اللي يدخلوا السحب عليها لا الأرقام اللي فازوا معنا طيلة هذا الأسبوع، الأرقام اللي اتصلوا وشاركوا وفازوا معنا. بالنسبة للناس اللي فازت معنا لا يتقبل جوائز إن شاء الله يوم الاثنين المقبل ابتداء من الساعة 11 إلى الساعة 5 مساء عند مباني التلفزة الموريتانية. الله يجو للتلفزة هون ابتداء من الساعة 11 وعودوا يستلموا جوائزهم بحول الله. على بركة الله لنقبوا أول اتصال معنا، نقولوا السلام عليكم. أول اتصال معنا اليوم، السلام عليكم. أول اتصال، ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. إذن الأرقام هي الوسيلة الوحيدة للاتصال والمشاركة ببرنامج ألو الموريتانية. الأرقام هي 43 10 11 33 ولا على الرقم 43 10 11 34.
ودائما ما تخلق على هذه الارقام الزحمه اخي في هذا الوقت، غير عادي. طالبين منكم انكم تحاولوا مرات الاتصال بهذه الارقام، وايضا متابعين على فيسبوك ان شاء الله لين نفتحوا لهم المجال باش يتصلوا ويشاركوا معنا في البرنامج. وتحيه كبيره للنساء اللي تابعونا حالا اللي يحضروا مائده الافطار، تحيه كبيره. وتحيه كبيره للناس اللي اتصلت لنا عبر موجتنا على الاف ام، الناس اللي في سيركيلاسيون حالا تحرك، طالبين منها على انها تتكايس ونتوسع خلاقاتها دائما. عفوا ذا الوقت يخلقوا فيه بعض من التشنجات بين الناس. على كل حال طالبين من الناس كامله على انها تتراحم وتتاخى، ورمضان كريم ان شاء الله يضاعف لنا ولكم الاجر ان شاء الله بحول الله. اذا خلونا الجماعه في الكنترول نقبوا اول اتصال معنا. اول اتصال معنا اليوم، الو، السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. جماعه في الكنترول ماني سامع الصوت، ماني سامع صوت الاتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اذا اذا ما يجهز الاتصال، نحن مشاهدينا عندنا جوائز طبعا اسبوعيه، جوائز اسبوعيه كيف ما قلنا لكم علينا الا اسبوع عندنا جائزه نقديه. والله امال عندنا هاتف ايفون 13 مقدم من بنك التمويلات الاسلامي. اذا المكالمه جاهزه. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك وسهلا. من معنا؟ معكم احمد سالم. احمد سالم، رمضان كريم. احمد سالم تم تلفن من منين؟ احمد سالم تلفن من عرفات. عرفات نواكشوط. يا والله ايوه. احمد سالم شو ماسي مع رمضان؟ شو ماسي مع الصوم؟ احمد سالم ما شاء الله زين الحمد لله. ياك مانك عطشان اليوم؟ لا سمعتك. احمد سالم شوف لين اطرح عليك سؤال وعندك 3 احتمالات وعندك 30 ثانيه تعطينا فيها الاجابه الصحيحه ان شاء الله. جاهز احمد سالم؟ يلا احمد سالم السؤال يظهر لك على الشاشه ويلا اعطينا الجواب الصحيح. قال لك من هو مؤسس طب الجراحه؟ هل هو الزهراوي ام ابن بيطار ام ارسطو؟ ما هو ارسطو؟ ما هو أرسطو؟ خرس واحد من الاحتمالات الآخرين. يلا أحمد سالم. الزهراوي. من هو؟ الزهراوي. الزهراوي. الزهراوي هو مؤسس طب الجراحة. جواب نهائي. الزهراوي هي الإجابة الصحيحة. شكرا لك أحمد سالم. وطبعا الزهراوي هي الإجابة الصحيحة. وفزت معنا بجائزة مقدمة من موف موريتيل. جائزة مقدمة من موف موريتيل عبارة عن رصيد وعن جيجاهات للإنترنت. شكرا جزيلا لك يا أحمد سالم، اتصلت علينا من عرفات. وتحية كبيرة للمشاهدين في جميع ولايات الوطن، رانا محيينهم ومحيينهم، وطبعا طالبين منهم أنهم يتصلوا ويشاركوا معنا في برنامج ألو الموريتانية. إذا خلونا نقبل اتصال جديد. السلام عليكم. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك وسهلا. من معانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. من معانا؟ معك زينب. يا مرحبا بك وسهلا زينب. مرحبا بك سلسة زينب. وشو ما سمعت؟ دائما نروقوك ندور نجبروك يا تبقينا يجبرنا. أو الحمد لله جبرتينا اليوم الحمد لله. زينب 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 أنت متصلة من منين؟ نواكشوط. من نواكشوط؟ أي بليدة من نواكشوط؟ أنا الطالح. معين الطالحة. وزينب وشو ماسية مع الصوم؟ شو ماسية مع رمضان؟ الحمد لله رمضان زين. الحمد لله. وشو ماسية مع تحضير الوجبات الرمضانية وهم رمضان؟ الله يلحق رمضانيات ان شاء الله. زين زينب زينب نحن لاينا طبعا نطرح لك سؤال ولاي نعطوك ان شاء الله جائزة. غير حاولي على انك مالي تعطينا الجواب الصحيح، حاولي على انك تعطينا واحد من الاحتمالات الصحيحة، واحد من الاحتمالات الاحتمال الصحيح من بين الاحتمالات اللي يظهروا لك على الشاشة. جاهزة يا زينبو؟ جاهزة. او يلا زينبو اللي يظهر لك سؤال حالا على الشاشة واعطينا جواب صحيح. قالك من هو مؤلف كتاب الوسيط في أدباء الشنقيط؟ هل هو الشيخ محمد فاضل ام لطوير الجنة ام محمد لمين الشنقيطي؟ محمد رمين الشنقيطي. محمد رمين الشنقيطي. محمد رمين الشنقيطي جواب نهائي. ما هو لطوير الجنة؟
زينبو 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 قطع عليها الاتصال. على كل حال زينبو اعطتنا الاجابه، اجابتها اللي اعطتنا اجابه صحيحه، هو الشنقيطي، هو مؤلف كتاب الادباء الوسيط في ادباء شنقيط، وراهي فازت معنا بجائزه. زينبو انقطع عليك الاتصال، طولنا احنا عليك شوي. على كل حال فزتي معنا بجائزه مقدمه من موف موريتال، وهي عباره عن رصيد وعن جيجاهات للانترنت. شكرا لك يا زينبو، تحيه كبيره لمتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك. نذكركم علينا ان شاء الله غدا لين يفتحوا لكم المجال ان شاء الله، مطلوب منكم علنكم تعلقوا بساميكم وبارقام تلفوناتكم، ولين عدوا ان شاء الله السحب ونقبوا اذرت ارقام ونتصلوا نحن بهم ان شاء الله ويعودوا يشاركوا معنا في البرنامج، وايضا يدخلوا السحب على الجائزه الاسبوعيه قيمتها 100,000 وقيه قديمه مقدمه من بنك التمويلات عفوا الاسلاميه. اذا نقبوا نرجعوا للاتصالات الهاتفيه، ونقبوا اتصال هاتفي جديد ومشارك جديد. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو نعم السلام عليكم. مرحبا بك وسهلا. من معانا؟ خديجة. من معانا؟ خديجة. خديجة مرحبا بك وسهلا. خديجة متصلة من منين خديجة؟ خديجة أنا ماني سامع الصوت، جماعة في الكنترول زيدوا لنا الصوت شوي، كان أنا سمعوا خديجة. خديجة أنت متصلة من منين خديجة؟ من منين؟ متصلة من تفريت. خديجة ها نعرفوا تفريت، وشو مؤسسة رمضان في تفريت؟ ألو خديجة. ألو خديجة أنت سامعتينا خديجة؟ أو خديجة لين احنا لين نطرح لك سؤال خديجة وأعطينا الجواب الصحيح يا خديجة لين تربحي معنا. أيوة يلا جماعة في الكنترول طلعوا لنا السؤال لخديجة. خديجة عندك ذرة احتمالات و30 ثانية، ومن هو مؤلف كتاب حياة موريتانيا؟ محمد المختار بن أباه، مختار بن حامد، بوياقي، والعابدين. يلا مختار بن حامد. مختار بن حامد. مختار بن حامد جواب نهائي. جواب نهائي المختار والحامد. إذا الجواب الصحيح بالفعل هو المختار والحامد، وجواب صحيح يا خديجة. فزتي معنا بجائزة مقدمة من المدينة للمعجنات، وهي عبارة عن قسيمة شرائية، وأيضا دخلتي السحب يا خديجة. تحية لك وتحية لأهل تفريت وأهل تنويش وأهل واد الناقة وأهل ديني وجميع مشاهدي قناة الموريتانية في ذيك المنطقة، وأيضا تحية كبيرة للمشاهدين في جميع ولايات الوطن. رانا موجه لكم تحية كبيرة، نتمنى لكم رمضان كريم، صوما مقبولا، وضاعف لنا ولكم الأجر. تابعونا واتصلوا بنا وشاركوا معنا في برنامج ألو الموريتانية. إذا نقبوا اتصال جديد. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو معك. الو معك. انقصي شوي لو سمحتي صوت التلفزيون، انقصي شوي وبعدي منه، كان نقدو نصنتو لك. استاذي اختي سنجهو. الو السلام عليكم. نحن سامعينك، من معانا؟ معك تسلم. تسلم مرحبا بك وسهلا تسلم. متصله من منين تسلم؟ من لاق، من العمال الماضي للرقة قالب لينا جبران. الحمد لله. تي من اي بليده من لاق تسلم؟ باريس. من باريس. رانا محيين مشاهدينا متابعينا في باريس في البراكنة في الاك. تسلم. تسلم. ايوا يلا لينا. انا نستنى لك. لي لينا نطرح لك سؤال بالعجله لا ينقطع عليك الخط، اللي انت متلفنا من الصوره. عاوني حمزه ساعدني. ما عندك مشكله. قال لك من هو مؤلف كتاب الباديه؟ هل هو الشيخ محمد المامي ام احمد ابو المعالي ام ابو الخطوط؟ يلا قولي لي واحد منهم، قولي لي واحد من الاحتمالات خليني نعاونك. ما هو أبو الخطور؟ ما هو أبو الخطور؟ شوفي ذاك
ذاك اللي لا ذاك اللي لا اله 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 شوف الشيخ محمد المامي. الشيخ محمد المامي تعرفيه؟ تعرفي مؤلفاته؟ ها؟ ها؟ تعرفي مؤلفات الشيخ محمد المامي؟ جواب نهائي. ايه الشيخ محمد المامي جواب نهائي بقى. جواب نهائي هو الشيخ محمد المامي هو مؤلف كتاب البادية، هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك، تسلم تسلم. رأي جاتك جائزتك هي عبارة عن رصيد وجيجاهات الإنترنت مقدمة من موف موريتال. تحية لك وتحية لهل ألاق، تحية كبيرة لهل براكنا، لهل ألاق ولهل مقطع الحجار ولهل جميع مناطق ولاية البراكنة. رانا محيينهم محيينهم حتى، وتحية كبيرة لهل بوحديدة وهل مال وهالجونابة وهالوادامور والناس كاملة اللي تابعونا في ذيك المنطقة. وأيضا تحية كبيرة لجميع متابعينا ومشاهدينا في ولايات الوطن، رانا محيينهم حتى. رمضان كريم إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والخير والبركات. نذكروا على الناس اللي فازت، الناس اللي فازت معانا في برنامج ألو الموريتانية، الطريقة اللي لا تقبل بها جوائز هي يوم الاثنين إن شاء الله الجاي عند الساعة 11، عند الساعة 11 إلى الساعة 5 الدحميس، تجي هون للتلفزة هون في مباني التلفزة وتستلم جوائزها. إذن موعد استلام جوائز ليعود يوم الاثنين إن شاء الله ابتداء من الساعة 11 إلى الساعة 5 في مباني قناة الموريتانية. ولا تنساوا علينا أيضا عندنا جائزة أسبوعية، الناس كاملة اللي فازت معنا لدخل السحب. الجائزة هي عبارة عن 100,000 وقية قديمة مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية. إذا الناس فيها واحدين عطاشة والناس مدوخة ومتنقلين الفطور، الناس المتنقلين الفطور وفيها اللي تعبان اليوم. مشاهدينا لين نمشوا شوي ندخلوا شوي فاصل ونرجعوا لكم، وحاولوا على أنكم تتواصلوا بينا وتشاركوا معنا. فاصل ونعود. التمويلات الإسلامية ملتزمون بإهدائكم عالما من الفرص. طموحنا أن ننمو معا. رجعنا لكم مشاهدين الكرام، رمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وصالح الدعاء في رمضان. رجعنا لكم، وأرقامنا هي الوسيلة الوحيدة اليوم للاتصال والمشاركة بالبرنامج. بالنسبة للناس اللي اتصلت لنا على موجتنا على الFM كان الاتصال والمشاركة معنا، وأيضا الناس اللي تابعنا كان ايضا تلفن علينا على ارقام البرنامج. طالبين من الجماعه في الكنترول يطلعون الارقام، ارقام البرنامج 43 10 11 33، ولا على رقم 43 10 11 34. اذا رايتوا هاي الارقام مشغوله، طالبين منكم انكم تعاودوا انكم تتصلوا بها وتشاركوا معنا. اذا نقبل اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الحمد لله. مرحبا بك وسهلا، من معانا؟ معك محمد. محمد متصل من أين يا محمد؟ زويرات. زويرات، يا مرحبا بك وسهلا. وشو ماسي رمضان في زويرات محمد؟ رمضان زين. ياك ما حامي زويرات، ياك ما حامي السنة؟ بعد الحمد لله. أنت في أي بليدة من زويرات؟ في أي حي من أحياء زويرات؟ أنا بكر. فاش؟ بكر. أورانا محييناك محمد. محمد شوف، لين أطرح لك سؤال محمد، أول متصل معانا من الزويرات عندي عنك ذا العام. محمد. أهو. شوف، لين أطرح لك سؤال وعندك ذرت احتمالات محمد. أهو. ولاهي تعطينا الاحتمال الصحيح، وعندك 30 ثانية. جاهز محمد؟ أهو جاهز. جاهز، يلا طلعوا له السؤال محمد. محمد يطلع لك سؤال على الشاشة الآن، وقول لنا مقر المنظمة العالمية للأرصاد في مونتريال، في نيس، في جنيف. قولي واحدة من الاحتمالات. أخي ما جنيف. ها؟ محمد قلت لي جنيف. إيه. جنيف هي الإجابة النهائية. دائما تسمع عن مقر خلكلاش في جنيف، جنيف دائما مرتبطة لك بالنوع من المنظمات.
بالفعل جنافي الإجابة الصحيحة. رانا ما ساعدناك بعد رانا ما ساعدناك يا محمد. وطبعا عرفت الجواب الصحيح، مقر المنظمة العالمية للأرصاد هو في جنف، وراناك ربحت معنا جائزة مقدمة من موف موريتل، وهي عبارة عن رصيد وعن جيجاهات للإنترنت. تحية كبيرة لأهل الزويرات وأهل فديرك وأهل تيرس كاملين، رانا نحيينهم في رمضان، وإن شاء الله رمضان كريم نعد علينا وعليهم بالصحة والخير والبركات. تحية كبيرة لهم. وطبعا محمد دور توصلك جائزتك إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي عندها ربحة الرصيد موف موريتل دور يحولها على أرقامها إن شاء الله، وبالنسبة للناس اللي ربحت جوائز أخرى إن شاء الله تجي وتقبل جوائزها عند مبنى التلفزيون مبنى قناة الموريتانية. إذن خلونا نقبل اتصال جديد. الوقت مات لمنه ياسر، وقت البرنامج مات لمنه ياسر، الوقت يمر بسرعة. على كل حال البعض يمر عليه الوقت بطيء بتعب غير عادي إن شاء الله. الفطور مات لبعيد، دورنا فطر إن شاء الله وكاملين ويمشي إن شاء الله وأدواخ والتعب بعد الفطور إن شاء الله. ويلا عندنا اتصال جديد. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. رمضان كريم. لباس ما شاء الله. من معانا؟ أعطيك السلام. ألو ما سمعتك. عليكم السلام. أنت اسمك؟ عليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. من معانا؟ ألو؟ أنا ماني سامع الاتصال. أنا ماني سامع الاتصال. معاكم فرح. من معانا؟ ألو ما سمعتك. معاكم فرح. أنا ما سمعتك قالت. على كل حال احنا ما سمعت الاتصال. أعطونا لو سمحتوا اتصال آخر كان نعود أكثر تواصل معاه، ما أنا سامعينه بطريقة جيدة. إذن نذكر مشاهدين الكرام بأرقام الهواتف. أرقام الهواتف هي 43 10 11 33، على رقم 43 10 11 34. اتصلوا على هذه الأرقام وشاركوا معنا عبر قناة الموريتانية وبرنامج ألو الموريتانية، رافقكم طيلة شهر رمضان المبارك. نقبل اتصال جديد. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك وسهلا. من معنا؟ معاكم زينبو. زينبو. زينبو مرحبا بك وسهلا. زينبو متصلة من منين؟ من عرفات. يا مرحبا بك يا زينبو. شو ما سمع رمضان؟ شو ما سمع الصوم؟ ما شاء الله رمضان زين الحمد لله. وشو ما سمع العمل في رمضان؟ ما شاء الله لباس الحمد لله. كنت تتابعي البرنامج برنامج على الموريتانية اصلا تتابعي؟ والله الا من عام الاول. من عام الاول تابعته. ايوا زين بارك الحمد لله. رانك جبرتي الخط ولاينا نطرح لك سؤال، وطبعا اني تجاوبينا لا يتدخلي السحب ان شاء الله على الجائزه، جائزه اسبوعيه 100 الف وقيه. طلع لك السؤال قال لك عدد الدول المؤسسه لجامعه الدول العربيه، هل هي 5 دول 7 دول 13 دوله؟ قولي لي الاحتمال الصحيح. ايوه الاحتمال الصحيح. اجلي واحده بالعجله زينب. اه بالعجلة قولي لي بالعجلة، فات عليك الوقت. مام سبعة. سبعة والله خمس. سبعة جواب نهائي. سبعة عندنا يا أخوان جواب نهائي. لا تواصلي لك. ماني مواصلي لك ذاك. أنت أعطيتيني الجواب الصحيح، هما فعلا 7 دول. معنى أنك أنت قلتي عنهم 7 دول والإجابة اللي قلتي الجواب اللي قلتي جواب صحيح. برافو عليك يا زينب. زينب ربحتي معنا قسيمة شرائية مقدمة من الوطنية للألبان، الوطنية للألبان قسيمة شرائية، ودخلت أيضا السحب على جائزة الأسبوعية قيمتها 100 ألف أوقية قديمة مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية. إذن نحيو الناس اللي طبعا تروقنا ولا تجبرنا سقروا منا بعد. نختاركم طبعا لا تشاركوا معنا غير ملي تفهموا على الرقم ما شاء الله تلفن عليه ناس كاملة ذا الوقت ودائما تخلق عليه زحمة. على كل حال مواصلين معكم ومعنا اتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم شحالك معك لاباس؟ يا مرحبا بك وسهلا. من معنا؟ معكم فاطمة. فاطمة مرحبا بك وسهلا يا فاطمة. فاطمة متصلة من منين؟ متصلة من هون واكشوت. من اي بليدة من واكشوت فاطمة؟ من البريمير. من البريمير. فاطمة تياك مانك عطشانة؟
لا لا بس ان شاء الله انواع شوط اليوم ما هو حامي. يا الله شو ما كنت اكذب ما شاء الله الحمد لله. فاطمه شو ماسي رمضان؟ شو ماسي مع العمل في رمضان؟ ما شاء الله لا خير الحمد لله مخبوس هلأ. مرحبا بك وسهلا. اول شيء فاطمه معك فاطمه انا اطرح لك سؤال وعندك 3 احتمالات و30 ثانيه وجاهزه. والله هو جاهزة فاطمة جاهزة. طرحوا أعطونا السؤال إله الفاطمة. طلعوا لها إله السؤال فاطمة. طلعوا لها إله السؤال. متى تأسست رابطة العالم الإسلامي؟ سنة 1965، عام 1963، عام 1962. يلا فاطمة 1900. قولي لي واحد من الاحتمالات بالعجلة. 1962. 1962. ما هي 1900؟ ظالك عنها جواب النهائي فاطمة. 62 فاطمة. 1900 احنا قلتينا 62 وفو ما تينا قابلين إجابة أخرى. ما هي 62؟ 62 هي الإجابة الصحيحة فاطمة. وفاطمة وانك ما انك متأكدة حتى لا جزنتي. على كل حال جوابك جواب صحيح وربحتي معنا جائزة مقدمة من المدينة للمعجنات. والف الف تحية وشكر لك يا فاطمة. وتحية ايضا كبيرة للناس اللي تروقنا ولا هي قادرة تجبر الخط. طبعا حاولوا انكم لا تتعصوا علينا وتتعصوا علينا تعصوا علينا. وتوف لهنا قبل آخر اتصال معانا لأن الوقت حكما وقت البرنامج. وفا لهنا قبل آخر اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك وسهلا. من معانا؟ معك عمر. من معايا؟ عمر. عمر يا مرحبا بك وسهلا. عمر عمر أنت متصل من منين؟ مرحبا بك حمد من الرياض. عمر متصل من منين؟ من الرياض. المعكشور. يا مرحبا بك وسهلا. مرحبا بأهل الرياض. عمر شو ماسي مع الروم الصوم؟ شو ماسي مع الصوم يا كوانتين؟ ألو عمر. ها نصنت لك. عمر شو ماسي مع الصوم؟ قلت لك صوم لباس زين. ايوا شو ماسي ياك مانك عطشان اليوم؟ الله يقبل منا ومنكم ان شاء. عمر انا ماني سامع الصوت. ماني سامع الصوت. الله يقبل منا ومنكم ان شاء الله الصيام الحمد لله. أو شو عمر؟ ها عمر شوف نحن هون عندنا سؤال ونجاوبنا عليه لنعطوك جائزة وأيضا ليدخل السحب على الجائزة الأسبوعية. عمر إن شاء الله الله يجزاك. أو زين عمر تحلاك حد يساعدك والله. معنا الله. معنا الله تفي دار وحدك معنا. أنا ها حلال الواد وتبان واقف. قلتاش عمر؟ قلت لك حياة الوالدة وتبان واقفة. زين عمر لا نطرح عليك توف السؤال. نطرح عليك السؤال وتوف والسؤال يظهر لك على الشاشة يا عمر. سؤال لاهي قال قصائد اللزوميات من الشعر. أبي تمام البحتري أم أبو العلاء المعري أم حسن البصري؟ يلا اعطيني واحد من 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 أبو همام. مو أبو همام. منين؟ ما هو أبو همام؟ أبو همام من هو قاع؟ أبو همام. أعطيني واحد من الاحتمالات ظاهر لك على الشاشة يلا. ها؟ أعطيني واحد من الاحتمالات. الحسن البصري. ذاك اللي هو ذاك اللي على كل حال على كل حال هو أبو العلاء المعري هي الإجابة الصحيحة. لنعطوك جائزة وتوف عمر. بما أنك طبعاً تصلت وحاولت أنك تعطينا الإجابة وأنت مولي آخر اتصال عندنا اليوم جاتك جائزة مقدمة من موف موريتال يا عمر عبارة عن رصيد وعن جيجاهات من الإنترنت. والجواب الصحيح هو أبو العلاء المعري قصائد اللزوميات من الشعر. نذكر مشاهدينا الكرام علينا عندنا جوائز أسبوعية. جائزتنا للأسبوع إن شاء الله عبارة عن جائزة نقدية قيمتها 100,000 أوقية مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية وسيجرى السحب بحول الله عليها يوم السبت المقبل إن شاء الله لنعدل السحب.
وايضا فيسبوك بالنسبه للناس اللي متابعين على صفحتنا على الفيسبوك بحول الله لين يفتحوا المجال غدا ان شاء الله. مطلوب منهم انهم يعلقوا وعلى انهم يبارطاجوا الحلقه مع اصدقائهم وعلى انهم يمشوا ارقام تلفوناتهم على شكل تعليقات داخل الحلقه. بالنسبه للناس اللي فازت معنا ويلا تستلم جوائزها يوم الاثنين المقبل، هو يوم الاثنين من الساعه 11 الى الساعه 5 مساء هو موعد استلام الجوائز هون في مبنى قناه الموريتانيه. ما بقى لي مشاهدينا الكرام سوى أن نشكركم ونشكر فريق البرنامج، والسلام عليكم.